FM. الكل ملك. المؤشرات والإحصاءات تقول بأن هنالك تزايد في تونس لحالات الانهيار العصبي. هنا أنزعج عندما وراه المؤشرات أمامنا بين أيدينا. كيف نقول ثم ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات في صفوف الشباب، ما نرى المخدرات راهي عنصر وأرضية للإرهاب أينما وجد المخدرات، مش فقط في مستوى التمويل، هي مصدر لتمويل الإرهاب، هي تمويل الإرهاب لكن أكثر لتمكين الإرهاب من الأدوات البشرية لتنفيذ الأعمال الإجرامية. هذا هو التداخل الضروري. نحن نحتاج لدراسات جدية سوسيولوجية ونفسية لرصد هذه المجالات التي يصطاد فيها التنظيم الإرهابي، يعني ضحاياه وأدواته للعنف لتدمير. أيوة. كابافان الكلمة ليك.